فوجئ العراقيون قبل أيام بمشاهد صادمة لنفوق أطنان من الأسماك عند نهر الفرات بالقرب من محافظة بابل، حيث سبق وأن حدثت هذه الظاهرة في ديالى وبغداد الواقعتين على نهر دجلة، لكن بكميات أقل من هذه الكميات الهائلة. هذه المشاهد التي أغضبت العراقيين دفعت بوزارتي الزراعة والصحة للتعليق على الأمر، وقالتا إن نفوق الأسماك يتعلق بمرض قديم كان يصيب الأسماك منذ الثمانينيات، كما أن قلة المياه القادمة من تركيا وارتفاع معدلات الجفاف أدت لاستفحال هذا المرض في الثروة السمكية للبلاد. تعليقات وزارتي الزراعة والصحة لم تقنع الكثير من العراقيين، حيث انهالت الانتقادات على الوزارتين بمواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن هناك أياد خفية تتعمد أذية الثروة السمكية في العراق، لا سيما وأنه سبق وأن أعلنت وزارة الزراعة عن بلوغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي من هذه الثروة. النشطاء اعتبروا أن الجهات السياسية والحزبية، وخاصة التي ترتبط بإيران، لا تريد للعراق أن يكتفي ذاتياً من هذه الثروة.